طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. للعالم، في العراق لا توجد مقومات حياة، في العراق توجد مقومات موت. مقومات الحياة هو الاهتمام بالتعليم، مقومات الحياة قضاء نزيه، مقومات الحياة صحة، مستشفى، مقومات الحياة فسحة من الحرية، مقومات الحياة المي النظيف، الأكل النظيف، مقومات الحياة البيئة النظيفة. عندنا بالعراق هاي المقومات ماكو، باوع على الجنب الأخرى. عندنا مقومات موت، عندنا بكيسيات من تشرب الشوارع، تسلع، عندنا طائفية، عندنا عنصرية، عندنا جهتية حتى داخل المذهب. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في بداية هذه الحلقة حول موضوع الساعة، موضوع محافظة البصرة وتلوث المياه وشح المياه. طبعا أغلب العراقيين يعرفون ما يحدث في البصرة من تلوث المياه ووصول حالات التسمم إلى مئات الحالات وصلت إلى المستشفيات خلال الأيام القليلة الماضية بسبب هذا التلوث. طبعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا هاشتاج بعنوان أنقذوا البصرة بسبب تردي الوضع الصحي هناك بسبب هذا التلوث، تلوث المياه. طبعا المقاطع التي تم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي توضح كيف أن المياه في البصرة وصلت إلى حالة صراحة غريبة، حالة غريبة بتغير ألوان المياه، يعني مياه لون وردي، ومقاطع تظهر بأن المياه تصل إلى البيوت طين طين طين، يعني المي يوصل طين إلى البيت، وكذلك مقاطع تظهر طحالب ويعني بكتيريا وتلوث واضح في مياه الشرب الواصلة إلى بيوت البصرة. طبعا مع كل هذا الحكومة لغاية الآن لم تتدخل ولم تضع حل لهذه المشكلة، المشكلة متفاقمة منذ عام 2003 ولغاية الآن، مع العلم بأن محافظة البصرة هي الشريان الاقتصادي والشريان النفطي للعراق، أكثر من ثلث إنتاج النفط في العراق من محافظة البصرة، ميناء أم قصر المنفذ البحري الوحيد للعراق من محافظة البصرة، ولكن محافظة البصرة تعاني. التظاهرات اللي انطلقت من محافظة البصرة قبل أكثر من 40 يوم وما زالت مستمرة، يعني هناك ناشطون يتكلمون على مواقع التواصل الاجتماعي وكأن الحكومة تتعمد زيادة معاناة أهالي البصرة لكي تسكت هذه التظاهرات، لكي تسكت هذه الاعتصامات من خلال يعني زيادة الإهمال وزيادة التعمد في الإهمال للمياه، للخدمات، لانتشار النفايات. يوم أمس تم تداول مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي وهو تحول أنهر أبو الخصيب إلى اللون الوردي في محافظة البصرة. خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع نكمل الموضوع. بوي أشوف هاي نهران أبو الخصيب، أنا بالسيارة وأصور. شوف شايف لك نهر وردي، هذا نهر وردي. هاي نهران أبو الخصيب ويريدون طلع عندنا زراعة. شوف بعينك. خوف نهار وردي المشتكى لله.
شفنا المقطع كيف تحول لون هذا النهر إلى وردي، يعني صراحة مسألة غريبة جدا. هناك من يتحدث بأنها مواد كيماوية اختلطت بالمياه من مصانع من معامل أدت إلى تغير لون النهر، إضافة إلى أنه إحنا شفنا يعني النهر وكيف هناك نفايات كثيرة على جانبي النهر. معنا اتصال أبو أحمد من النجف، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عمر، حياك الله يا أهلا بيك، تفضل عيني. السلام عليكم. خير، تفضل. استاذ عمر، هاي شغلات مو وليدة اليوم. نعم. وهاي شغلات مدروسة مفتعلة، مو تقصير ولا اهمال. نعم. يجينا بطل جديد مثل بطل العبادي من قبل 11 ساعة، شوي انتخابات وحكومة جديدة، حتى يجينا بطل ثاني قضى على شاحة المياه. نعم، يعني المناطق الغربيه يطلع لهم حجه داعش، المناطق الجنوبيه يسوي لهم تلوث ونفايات وعدم توفير فرص عمل، هذا اللي تقصده ابو احمد؟ ولدي في فارس الزمان. نعم، لان مدروسات قضايا مدروسات مخططه لنا من قضايا استعماريه، مدروسات مخططات منذ الاف السنين، مو وليده اليوم. والجماعة جايين ينفذون هذه المخططات؟ السياسيين؟ أبو أحمد؟ هناك مشكلة في الصوت مع أبو أحمد، يعني يتقطع الصوت. أبو أحمد يقول هذا تعمد من قبل الحكومات، تعمد من قبل الحكومات لإسكات صوت التظاهرات. اليوم مساعدات، يعني تصور عزيز المشاهد، البصرة اللي تغذي ميزانية الحكومة، البصرة أم النفط، البصرة المنفذ الوحيد البحري كما أشرنا للعراق، اليوم ناشطون قاموا بحملة لإرسال المياه وإيصالها إلى محافظة البصرة من بغداد، من المحافظات الأخرى، من مدينة الفلوجة، الأنبار، غير المحافظات الأخرى، والحملة مستمرة لإيصال مياه نقية إلى محافظة البصرة لإيصال رسالة. طبعا في الأول يعني ربما تكون هذه لا 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 تسد من حاجة المواطن البصري، ولكن يعني ربما تخفف عنه وتخليه انه ترى اخوك في المحافظات الاخرى ما ناسيك، متابع الموضوع وياك اول باول، وكذلك لايصال رساله الى الراي العام الاقليمي العربي العالمي، تعالوا شوفوا وين وصل حال العراق، ما يقدر بلد بنهرين ما يقدر يوصل مياه شرب نقيه على الأقل غير ملوثة، يعني ممكن أنه المواطن يشتري مياه معدنية من الخارج، ولكن يريد يسبح، يريد ينظف بيته، خاما ينظفه بالمي الوردي أو المي الطيني. خلونا نشوف مقطع لأحد النشطاء من محافظة بغداد قام بإيصال شاحنة مياه إلى محافظة البصرة، ويشير في المقطع بأن الحملة مستمرة لإيصال المساعدات إلى محافظة البصرة من المياه من قبل المحافظات الأخرى والمدن العراقية الأخرى ومنها مدينة الفلوجة. خلونا نشوف. البارحة نزل صور على مواقع التواصل الاجتماعي، العوائل والشباب مستمرة بسبب المي. احنا من بغداد الساعة بالثنتين بالليل جانا اتصال من الدكتورة سهام جرجي سمكارو، طبعا هي تشتغل مدنية، تشتغل يعني تبرعات للعوائل المناطق المكتوبة، كلفتنا نطلع الساعة بالثلاثة بالليل، انطلقت من بغداد، وصلت اليوم الساعة بالعشرة الصبح، رينا لوري كامل مال مي ودينا المناطق، أنا ما أعرف طبعا، ساعدني الأخ علي بس ما يريد يطلع بالصورة من الأهالي البصرة، شو اسم المنطقة نسيتها، وديتها القبلة وزعتها لوري كامل، بقن بزني قالوا قلت لهم الساحة الاعتصام لأن ما أعرف العدد إيش قد، بس بنفس الوقت يعني أكو شباب من الفلوجة الباحة بالليل اتصلوا بي قالوا إحنا نريد نجي للبصرة نجيب مي.
يعني مع الاسف يعني هاي البصره ام الخير ام النفط والله العظيم القارب، يعني اطفال يركضون وراء لور المي. ما عندنا اخوي انا لا هسه كل عندنا الاكل، بس قلاص مي يعني والله عيب عليهم، قلاص مي طفل عراقي ما صايره حتى بالكاوليه، كل بلدان العالم انا افتريت لا خليتن لا افغانستان لا الصومال لا افريقيا، كل الدول الفقيره هذه البصره ام النفط، هذا المي اللي يوزعوه بالبصره خليه يسمع كل العالم، الحيوان ما يشربه، الحيوان اذا تطيه يموت، ينطون العراقيين بالبصره، البصره ام الخير. وخلني يشوفون العالم كله بعينه البصره اليوم تتحصر على قلاص المي، فمو شريف ومو عراقي المي ينتفض ويطلع، مو شريف. واحنا بخدمتكم، احنا بخدمتكم، انا طالع من 3 الفجر وجاي للبصره وهسه راح ارجع البصره، الله يبارك فيك، هسه راح ارجع البصره، واحنا بخدمتكم وكل محافظات العراق. الناس مدنيين، انا عامر الرسام كاتب باحث سياسي، الله يحفظك، الله يبارك فيكم اهل بغداد، دعم فرنسا ان شاء الله. نعم، يعني بالفعل مع الأسف البصرة أم الخير أهلها الطيبين يوصل حالهم اليوم إلى أنه ما يلقون مي شرب نظيف يشربون أو حتى يسبحون يغسلون بهذه الحكومة، الحكومة الديمقراطية، العملية السياسية اللي جلبها المحتل الأمريكي اللي وعد العراقيين بالخير وتباشير الحرية. اليوم نشوف احنا يوم أسوأ من يوم، يعني البارحة أفضل من اليوم واليوم أفضل من باشر، والله يستر. في موضوع البصرة، اليوم مدير مياه البصرة زهير جواد يقول بأن وزارة الصحة تنصلت من مسؤوليتها تجاه أزمة تلوث المياه في البصرة وتلقي بها على مديرية مياه المحافظة وحدها، وأضاف بأن المعالجات البسيطة للماء الملوث لن تجدي نفعا في ظل ارتفاع نسبة الأملاح والملوثات الكيميائية العضوية في مياه الأنهار. طبعا كذلك في موضوع تلوث المياه، مجلس محافظة البصرة قال بأن المحافظة تشهد تدهورا صحيا بسبب تلوث المياه وحالات التسمم بلغت أكثر من 4000 شخص. أضاف المجلس بأن المستشفيات، مستشفيات البصرة لا زالت تستقبل حالات التسمم وأن العدد في تزايد، وأوضح بأن التلوث سببه زيادة مواد التعقيم وتحلية المياه بنسب غير صحيحة ما أدى إلى تسمم المواطنين. في نفس السياق موضوع البصرة وما تعانيه محافظة البصرة، عضو مجلس محافظة البصرة أمين وهب قال بأن المبالغ التي وعدت الحكومة، حكومة حيدر العبادي، بصرفها للبصرة مجرد كلام للإعلام. في بداية التظاهرات رئيس الحكومة حيدر العبادي راح إلى البصرة ووعدهم بأربعة مليار دولار. اليوم عضو مجلس محافظة البصرة أمين وهب يقول بأن المبالغ التي وعد حيدر العبادي بصرفها للبصرة والتي تبلغ 3 تريليونات و500 مليار دينار لم يصل منها أي شيء للبصرة سوى 3 مليارات دينار منحت لمديرية ماء المحافظة لصيانة مشاريع الماء، وأكد بأن الحكومة الحالية مقصرة في دفع الأموال وتمشية المشاريع المتوقفة وأن المحافظة لا توجد لديها أي أموال في الوقت الحاضر لأن الموارد المالية تأتي من بغداد. معنا اتصال أبو قحطان من الرمادي، تفضل أبو قحطان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله دم طالب ذولا جماعة الرزازة وين ودوهم؟ هالبلد هذا والله خيره كثير بس سبحان الله شره كثير. نعم. على هالظلوم على هالهاس. يعني أنتوا تطالبون من يومكم، هاي ناس أدرياء راحت لا بيها ولا علي. نعم. أنا لي حلالي كله راح. وابني راح على شنو هالبلد هذا؟ ما جاي. نعم. ابنك هم راح ويا جماعة الرزازة؟ لو تجي تشوف الرمادي كلها مكتوب للبيع، مكتوب للبيع، هذا البلد لمن راح يظل ما جاي يعرف؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايش قد عمره ابنك ابو قحطان؟ ايش قد عمره من اخذوه بسيطرة الرزازة؟ يدعي جيراننا، يدعي بيته واقع وبيته كل شيء ما بي. نعم. واخذوني انا ولدي وعذبهم ولدي من وقع بيت فلان وبيت فلان، هسه تمنيت تجي تشوفه والله طلقه ما انجح. زين؟ قال شو احنا حلالنا مالنا اللي وقع وطلع نحن المخرج. منو اخذ حلالكم؟ حلالنا وقعوه، حلالنا طلعنا كل شيء ما بيته، خربوه.
إمارة عندي طابة غير راحت وقعت. حمد الله شاكرة بس هسه البشر هذا الراحة احكي عامة أنا احكي عام مع العراق كلي. نعم. أكو ناس جدي ما تخاف الله كل واحد ظل هنا ويا داعش والله أنت ويا داعش. نعم. جيت بيوتهم ظلت ما شاء الله كل شيء ما بيها ويدهون بيوتهم وقعوها ظلت فوق. تمنيت تيجي تصور وتشوفها والله بيوتهم كل شيء ما بيها. وهلكم ولدي بالتعليم من وقع بيتك. ذولا شنو مسؤولين أقربائهم بالمحافظة؟ لو شنو وضعهم ذولا؟ بالضبط بالضبط والله. ها شنو أخذوا تعويض؟ أبو اعتيادي أستاذ. اعتيادي أول الناس أخذهم تعويض وذوتهم كل شيء ما بيها يجون واقفين يوم كوم إحجار أسعينا يوم كوم إحجار يجي يصور يدعي بيته واقع هو بيته لا واقع ولا واللي بيته وقع ما عنده ظهر والله ما يحصل كل شيء. نعم. زين هسه أنا عشرة دفتر والله يا أبشر ونو. ناس انهجمت بيوتها كل شيء ما بيها وناس اللي قاعد بيها داعش والله كل شيء ما بيها بيوتها ويدعون بيوتهم ماك. الله يعينكم والله يفرج عن المعتقلين. ابو قحطان من الرمادي كلام معنا، معنا اتصال عبد الله من البصره، تفضل عبد الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا اهلا بك. وعلى قناه تلفزيون نور العين. حياك الله يا اهلا وسهلا. استاذ عبد الله العفو استاذ عمر، هاي كل هذا سبب النفايات النوويه مال اليان، هذا المياه هاي المياه كلها سبب النفايات النوويه النيران. زين ويجون اهل البصره ويجون كل زين. واليوم اليوم الخبر بالعربيه انه وزاره الصحه العراقيه تكذب بالخبر مال الاصابات الاصابات هاي بالماي بالمستشفيات، يقول ماكو شيء وزاره الصحه، يعني الاصابات هاي كلها تكذب، هي كذبت الخبر يعني. يعني شنو معناته هاي؟ ها هذا يعني اعدام غير مباشر غير البصره بواسطه هاي المياه العاسنه والمياه المنبع النوويه، يعني وانتم تشوفون بالاعلام يعني بالصوره وبالصوت. زين زين عبد الله، يعني زياره حيدر العبادي صار لها تقريبا 40 يوم لمحافظه البصره ووعد بتوفير 4 مليار دولار. اليوم عن يوم قاعد تتفاقم موضوع المياه، خلينا نتكلم بالمياه. معقوله حكومه عندها هاي المليارات ما تقدر توفر خلال هاي الفتره يعني تجيب منشآت لتحليه مياه محافظه البصره، منشآت صغيره طبعا هي، يعني اي شركه عالميه بهاي الفتره راح تجي يمكن ما تطول 10 ايام، او هو بامكانيات الحكومه اذا عندها هاي الامكانيات. برايك يعني هناك من يتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي اهل البصره يقول لك هذا تعمد من قبل الحكومه حتى تسكت المظاهرات، تسكتها تموت المظاهرات، حتى الناس يقول لك عمي خلينا نقعد دول راح يذبحونا. شنو رايك؟ اخي رايي احنا ما نسكت، ليش ما نسكت؟ احنا مذبوحين، ليش نسكت؟ ليش نسكت؟ اكو واحد تعال شيء فشي باطل، وثم كان قبل النظام السابق كان مودي بور مال ما يحلو للكويت، يعني هل من المعقول ما عندنا محطه زين لا يقبلون الدول تتبرع لنا ولا يقبلون الفلوس نشتري زين؟ وبالنسبه للزياره مال حيدر العبادي من يجي هاي الشغله تخدير، لانه يقول لك احنا اخذنا هاي بدات من البصره وراح تمشي على المحافظات الجنوبيه، وفعلا هي مشت زين؟ فيجي هذا التخدير وقدام العالم والاعلام وانا راح اتزقد مليار دولار، هذا كله تخدير وتهدئه، تهدئه يا اخي، تهدئه المن للمظاهرات، وهسه قاموا يفترون على المظاهرات ويحكون عليه شغلات، وشوف شو يسوون هسه من تفجيرات ومن شغلات، وباوع عليه، يريدون هنا بكل شيء، يعني يريد يقمعونها بصوره غير مباشره للمظاهرات. ولهذا السبب يعني شوف العالم ظل ليس معتصمه، لانه ماكو يا اخي، ما الصابونه من تغسل بيدك ما تبري، ما تبري اصلا، يعني تليس الظل في ايدك كرم السامي. نعم. أنا أشكرك عبد الله من البصرة كان معنا. معنا اتصال الغريري من بغداد، تفضل الغريري. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، هناك حديث شريف للنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. جاءه رجل فقال له يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد.
قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. ومن مات دون مالي فهو شهيد، ومن مات دون دينه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. فأقول للعراقيين ماذا بقي لكم من مال ومن دين ومن عرض؟ كل هؤلاء فقدتموه، وأنتم لحد الآن خاضعون ورقابكم خاضعة لهذه الطغمة الساترة التي تحكم في المنطقة الخضراء. يعني مثل ما قال أخوي، يقول إحنا قبل شوي اللي اتصل لهذا أخونا، قال إحنا ميتين ميتين، إذا ما نموت بالسيف نموت بالمي الملوث، إذا ما نموت بالملوث نموت بمخلفات الإشعاع النووي الأمريكي. فلماذا الصمت يا شعب العراق؟ لماذا الصمت؟ إلى متى يعني؟ البلد الثاني خلاص، يعني البلد لن نبقى فيه شيء، يعني نعمه كلها صارت نقم، ما من نعمة يتهنى بها الشعب العراقي. حتى هذا الشارع والله تنقص علينا، ما نوصل بغداد إلا بساعة أو ساعتين بسبب الازدحامات. فأقول إلى متى يعني؟ قطرة المي صارت حسرة على العراقيين، فماذا ينتظرون؟ ماذا ينتظرون؟ بعد كم يوم راح يجينا محرم ويطلعوا لكم المعممين وهيهات من الذلة، وأنا مع المظلوم والحسين مع المظلوم وما أدري منو مع المظلوم. يلا لعد وينكم؟ وينكم؟ وين هذا وقت انتصار المظلوم، هذا وقت نصرة المظلوم. الله سبحانه وتعالى يعني قال المظلوم، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. دين أين أنتم يا معممين من هذا الكلام؟ انصروا المظلومين، انتصروا لهم. بس لكن والله هم مشاركون في هذه الحكومة أو مع هذه الحكومة في قتل الشعب العراقي. أقول يا شعب العراق والله أنكم إذا خرجتم إلى الشوارع جاهرين سيوفكم، وكما قال سيدنا عمر عجبت لمن لم يجد قوت يومه كيف لا يخرج ساهرا سيفه. أنتوا حتى قطرة المي ما تجدوها. فاعلموا يا شعب العراق سنة وشيعة أنكم إذا قاتلتم هذه الحكومة فأنكم بمعنى تقاتلون إيران وأمريكا، لأنها هي الأفاعي التي تحركها هذه الطغمة. هؤلاء الصعاليك البيادق الذين لا حول لهم ولا قوة سوى قبض المليارات، ويكونون أداة رخيصة بأيدي أمريكا لذبح الشعب العراقي. فأقول لكم والله العظيم من مات من الشعب العراقي في سبيل دينه وفي سبيل عرضه وفي سبيل الثورة على هذه الحكومة الظالمة، وإن كان مسلما حقا موحدا فاعلموا أنه شهيد وعنده من الله الأجر العظيم. أما إذا سكت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الساكت عن الحق شيطان أخرس، والله سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. كيش تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ إذا إحنا الآن لسنا خير أمة أخرجت للناس ما دمنا ساكتين. اسمع، هذه الخيرية لا تنطبق علينا، لكن متى ما نبذنا الظلم، والعربي يا أخي لا يقبل الظلم، العربي أبي، العرب في الجاهلية كان يقاتلون 40 سنة على مود ناقة، كان العربي عنده أنفة وعنده كبرياء وعنده عزة نفس. ما الذي ترى العراقيين اليوم؟ ما هذا الخنوع؟ يعني خدروكم باسم السيارات وباسم اللطم وباسم يا أخي ماذا ينفع اللطم؟ انطموا على حالكم، هذا انطموا على هذا الوضع التعبان. أفسد دولة بالعالم وأفسد حكومة بالعالم، وأخطر عاصمة بالعالم هي بغداد. أسوأ جواز سفر بالعالم هو جواز سفر العراقي والأفغاني. ماذا نستفر بعد يعني من هذه الحكومة؟ يعني والله اللي كتب خوتا أنه حكومة شيعية وتسمح لنا بالسيارات تسمح لنا باللطم، باشر راح يجي محرم وترجع نفس الطاسة والحمام. إلا فتات لعن الله عمر ولعن الله ما أدري منه وكذا وكذا، ولا حول ولا قوة إلا. فما تطول عليك فتات عمر، بس والله العظيم يا عراقيين ترى أنتم ميتين ميتين، فموت بشرف أحسن لكم. نعم. الغريري من بغداد كان معنا اتصال رافع الراوي من عمان. تفضل رافع موجود؟ نعم تفضل رافع. نعم خلونا ناخذ هذا الفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع اليكم.
أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. نقرأ رسالة واتساب يقول: هي إيران سبب دمار العراق وبالأخص لمحافظة البصرة بسبب ملوحة مياه شط العرب. لإيران غاية بتفريغ البصرة من البشر حتى يسهل لها احتلال البصرة وإفراغها من البصريين الأصليين حتى تسهل لها كما يقول يسهل لها من الاحتلال الفارسي المجوسي. رسالة أخرى يقول أبو زينب بن ألمانيا، يقول: أنا أخوكم أبو زينب بن ألمانيا، بخصوص الوضع في العراق لا حل لا في المظاهرات ولا بالاستعانة بأي تدخل خارجي كما يقول، ولا حتى بالعصيان المدني وهو سلاح مدمر لأكبر حكومة مهما كانت قوية. الحل الوحيد هو التظاهر في أماكن المراجع الدينية سلمية، مظاهرات سلمية دون شعارات ودون هوسات دينية، وإنما فقط تسجيل حضور ولو رمزي. هنا سوف تنزع الأقنعة كما يقول، وهنا تكون الصدمة إن لم تحل كل التشكيلات الحزبية. تحياتي كما يقول. رسالة أخرى يقول: السلام عليكم أخي عمر، المحافظات السنية دمروها وفلشوها وقتلوا أبنائها، وهسه يريدون يقتلون المحافظات الجنوبية بنفس المنهج بس عن طريق قطع الماء والكهرباء والاعتقال والتجويع. بس محافظات الجنوب لغاية الآن ما سووا انتفاضة حقيقية ولازم يحملون السلاح، وماكو حل غير هذا الحل. مع تحيات أخوكم أبو عيسى كما قال. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. حيا حضرتك وقناة الرافدين. يا أهلا بك، أهلا وسهلا. وقلوبنا مع أهل البصرة بالتأكيد، لكنه شو نسوي؟ نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على هاي الزمرة الفازة. ونعم بالله. هاي الزمرة اللي جتت تدمر البلد هاي ودمرتها بالفعل وما خلت فيه شيء بعد. يعني أستاذ عمر، تصرف الحكومة وعدم تقديم أي خدمة لأهل البصرة خصوصا وللعراق بصورة عامة هو معاقبة أهل البصرة أولا على هاي التظاهرات اللي طلعت ضد الحكومة ومطالبتهم بتحسين الخدمات، وتحذير البقية المحافظات والبقية الشعب بأنه هذا يصير حالكم إذا طلعت بتظاهرات مماثلة لتظاهرات أهل البصرة. يعني مع العلم احنا وقلناها سابقا أستاذ عمر، بناء محطة تحلية مي وحدة ما يكلف الدولة أكثر من 5 ساعات من واردات نفط البصرة، لكن هي الحكومة حكومة لصوص، ومثل ما قال عليهم طارق عزيز الله يرحمه من سئله عن المعارضة، قال هاي مو معارضة، هاي مجرد دصوص، ولو تسنى لهم حكم العراق لنهبوا خيراته وباعوا أرضه. وفعلا هسه هم نهبوا خيرات العراق وباعوا أرض العراق وفرطوا حتى بسماء العراق. طيب كل هذول اللي موجودين يعني هم لصوص ومجرمين، طيب وين الوطنيين؟ وين الشرفاء؟ ليش ساكتين؟ لو بس هي شعارات وهم دا يشوفون شنو اللي دا يصير بالعراق، لو بس مشغولين بتشكيل هاي الكتلة الأسوأ، وين المرجعية؟ وين اللي يدعون بأنهم رجال دين؟ يعني 15 سنة وأنتم تحكمون العراق والشعب يشرب مي ملوث، ليش ساكتين؟ أستاذ عمر، كل الشعب يعرف بأن هاي زمرة مجرمة جت فيه لدمار العراق وإذلال شعبه. ولكم يا خونا نايمين على مليارات الدولارات وشعبكم كاتل الجوع يشرب مي مالح وملوث. يعني كل هذا الضيم اللي دا يعيش الشعب وانتم تتفرجون عليهم وتريدون تشكيل حكومه فاسده، وين مقتدى الصدر من كان يقول شلع قلع؟ شو هسه دا يتحالف وياهم؟ طيب وين مليارات المرجعيه؟ ومن تذكر واحد من عندهم يطلع لك واحد ويقول لك لا هذول خط احمر المفروض ما تتقرب من يمهم. يعني مو كافي دمار، مو كافي اللي صار بالبلد يا معممين، بدل ما يعني حياه الناس مو خط احمر؟ لا لا، بالنسبة لهم هذول المجرمين مو خط أحمر أستاذ عمر، المرجع خط أحمر، السياسي خط أحمر، وخصوصا المرجع. طبعا المرجع هذا خط أحمر ما أنزل الله به من سلطان، يعني سووه نبي لهذا المرجع ودي ينفذون كل الفتاوي مالته وكل تعليماته، ومع العلم هو دي يشوف ودي يسمع اللي دي يصير بالشعب وخصوصا اللي دي يصير بأهل البصرة، وهم نايمين على المليارات. يعني لمن ترجوها هاي المليارات اللي أنتم نايمين عليها؟ لمن ترجوها؟ يعني مو كافي دمار، مو كافي اللي صار بالبلد؟ يعني هذول المعممين اللي يطالبون بتعويض ايران طالبوا بتوفير مي صالح للشرب لاهل البصره. اخي استاذ عمر، يعني كل تصرف الحكومه ضد اهل البصره هو الاشغالهم بوضعهم الحالي حتى يتركون التظاهر ولين ينفضحون، لكن المفروض تزداد حده هاي التظاهرات
ومطلوب مساندة كل المحافظات للمحافظات اللي طلعت تتظاهر وقلع هاي الزمرة المجرمة، لأن السكوت عليهم بالتأكيد راح يخليهم يتمادون بطغيانهم. والتظاهرات المفروض تكون أمام المرجعية، أمام المرجعية. يعني أنا برأيي أقول أستاذ عمر، إزالة هاي الحكومة وقلع هاي الحكومة يبدأ من قلع المرجعية نفسها، لأن المرجعية هي اللي تأيدهم وهي اللي واقفة بجانبهم. السيستاني بالذات هو اللي يأيدهم. السيستاني شاف الشعب شلون صاير حاله، وهسه دا يشوف كل الزين أهل البصرة شلون دا يعانون، وهو يطالب بتشكيل حكومة. ليش أنت دا تطالب بتشكيل حكومة مكان ما تطالب بتشكيل حكومة؟ دا تطالب بتوفير خدمة للناس، خدمة للشعب. مو تقول هذول شيعة، مو هذول هم اللي دا يقلدوك، وأكثرهم يقلدوك. يعني أنت إذا ما واقف بجانبهم هسه شو كثر راح توقف بجانبهم؟ يعني دعنا من أنه أنت بعت العراق سابقا وصدرت لك أصدرت لك فتوى واستلمت 200 مليون دولار وقعدت عليها، وده تسرقون الأموال اللي قاعد تيجي للأضرحة ونايمين عليها. دعنا من هاي كلها، تطلع على الأقل خلي الناس تذكرك الفتوى وتقلع هاي الحكومة. لكنه ما تنقلع الحكومة إذا ما تنقلع المرجعية. أستاذ عمر، المرجعية هي سبب دمار العراق، سبب استمرار هاي الحكومة يرجع للمرجعية. إذا طلعت المرجعية وانقلعت، الحكومة راح تنزال وراح يعيش الشعب، وراح يجي ناس شرفاء يعرفون شنو معنى قيمة وطن وهيبة بلد. هم هذول اللي راح يعيدون للعراق خيرته. وننتظر إن شاء الله، إن شاء الله الشعب كله يطلع يتظاهر ضدهم، لأن السكوت عليهم راح يزيد طغيانهم ضد هذا الشعب. نعم. وأنا أشكرك أستاذ. أبو ناصر من تركيا كان معنا اتصال. أبو عبد الله من بغداد، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخوي. احنا قبل أكثر من أسبوع طبت لنا قوة من اللواء 22 هو الماسك الأرض، وقوة 59. نعم. وطبت لنا قوة من الحشد الشعبي بيا منطقة، فطبت يعني منطقة الطارمية. طارمية، نعم. فطبت دطهر المناطق من داعش، البساتين والمناطق المجاورة لها. نعم. ما جمع التنظيم، عافوا هاي شغلة التنظيم، وقاموا يفلشون بالبحيرات ويفلشوا وقطعوا المي عن البساتين كليتها. قطعوا شو اسمه الوايرات مال المكاين تؤدي الى البساتين، قطعوها كليتها، والبحيرات يجمع يردم، تنطي فلوس تنطي، ما تنطي يردمها على البزل على المشروع. نعم. زين، هو جاي جاي يخلص الناس من داعش لو ياخذ اتاوات؟ لا، جم اول شيء على اساس بحجه يخلصون الناس من داعش. نعم. من الارهاب، فانقلبوا عافوا الارهاب ما لهم شغله بيه، قاموا ياخذون فلوس يجعل البحيره، هو والاليه اللي تفلش البحيره، تنطي فلوس تنطي ما تنطي يكسرها على البزل ويقول لك روح. نعم. هاي المكان مال الشط، قطعوا وايراتها كليتها وخلوا لحد الان بساتين اكثر من اسبوعين لحد الان بلا مي. نعم. احنا ناشد من صوتكم انه يسووا لها حل لهاي الشغله مال البساتين، لان البساتين كليتها معمره، صارت تقريبا اكثر من 100 سنه العالم تعمر بها، وهاي وكلها راح تتدمر تروح من وراء الجيش والميليشيات. طبت المدنيين. نعم. طبوا على شو اسمه على بساتينهم وقاعينهم، اعتقلوا ذاك نار اكثر من 30 واحد. اعتقلوا من قبل صوتكم تشوفوا لها حل، يعني يسمعون الدوله تسمع العالم. نعم. صوتك مسموع. أيوة. ابو عبد الله، والله يعينكم ويفرج عنكم. ابو عبد الله من بغداد كان معنا من الطارميه بالتحديد. رسالة واتساب يقول: السلام عليكم أيها الكادر المحترم لقناة الرافدين، نصيحة لإخوان العراقيين، إذا ما تخرجون إيران من العراق وهاي زمرة الخونة كالعامري كما يقول والمالكي وحزب الدعوة عن العراق، العراق لن يرى النور والخير. رسالة أخرى يقول: مظاهرات الجنوب، المظاهرات التي حدثت في المناطق الغربية تم قمعها بشتى الوسائل من ضمنها القاعدة والدواعش، أما في مناطق الجنوب فالوضع مختلف، فأحسن وأسهل طريقة هي الأمراض والعطش والجوع. مظاهرات الجنوب كشفت الأقنعة وخصوصا المعممين. رسالة أخرى يقول: أحبتي كادر قناة الرافدين، هناك نود إعلامكم بأن بث قناتكم
المجاهدة في ميسان يتعرض إلى تشويش من رسالة من ابن ميسان. رسالة أخرى يقول: السلام عليكم، معكم المختار من الحلة. ما يجري على الجنوب هي بداية الدمار النهائي، وكانت البداية من البصرة كما حدث في المناطق الغربية، والموصل من دمار هائل، فالدمار الوسط والجنوب قادم لا محال. هذا مخطط إيران وجلاوزتها. رسالة أخرى كذلك يقول: السلام عليكم، ننتظر تفتح الرسالة. السلام عليكم أخي عمر، المحافظات السنية دمروها، فلشوها وقتلوا أبنائها، وهسه يريدون يقتلون المحافظات الجنوبية بنفس المنهج بس عن طريق قطع الماء والكهرباء والاعتقال والتجويع. بس محافظات الجنوب لغاية الآن هاي قريناها قبل شوية الرسالة. نعم، معنا اتصال أبو عمر من السليمانية. تفضل أبو عمر. السلام عليكم أستاذ عمر. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، أنت لو ترجع إلى تصريحات الرئيس القائد المجاهد حيدر العبادي أعزه الله، قال راح تجينا 3 أشهر صعبة، يعني أكو 3 أشهر 90 يوم، يعني صعبة إلى درجة، يعني هم ما فهموا الرسالة مالته، والخطاب ماله ما فهموا. قال يعني صعبة إلى درجة بحيث المي يكون شحيح بالعراق ككل وليس بالبصرة فقط، بالعراق ككل. وهذه طبعا الصراحة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وعدنا بها، شرط من شروط الساعة أن يجف نهر الفرات مهما كانت الأسباب، سد عليسو، مؤامرات، غير شغلات، المهم الجفاف تم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. تلوث بالبصرة، تلوث بالبصرة. زين، أنت برأيك يعني الجماعة مثل ما صرحوا السياسيين يقول لك من نختلف إحنا أصدر تفجيرات في بغداد، اليوم الظهر الجماعة هم مستخدمين هذه الورقة، ورقة تلوث المياه، حتى يشكلون الكتلة الأكبر. شنو رأيك؟ والله يا أستاذ هذا حكي أجلكم الله يقول خرطي. هذا لا علاقة بها ولا هم يحزنون. أولا هي أمريكا اللي راح تقرر يكون المي حلو يكون ملح الأجاج، ملح الأجاج، عذب الفرات، عذب الفرات. نعم، هي بيديها. زين، ليش تسوي هيك اذا انت برايك تقول امريكا ليش دا تسوي هيك؟ امريكا تريد الكل ينصعون لها مقابل ضد ايران. تحالف صار ل 1439 سنه، مو ايران صار لها 15 سنه، والامريكان قاعدين بالعراق والايرانيين قاعدين بالعراق. شنو اللي اختلف اليوم؟ اسمح لي استاذ عمر، شنو اللي اختلف؟ ما اختلف. نعم، هم بس يريدون يكرهون الحجر. يعني انت تتصور امريكا لو مو راضيه من العام 2003 ايران ما يكون لها نفوذ بالعراق، وان احزابها هي اللي تمسك العمليه السياسيه والحكومه، يعني تتصور امريكا اذا ما رايده هذا الشيء راح يبقى نفوذ بالعراق من العام 2003 لغايه اليوم؟ انا راح اقول لك شيء واحد استاذ، سياسه بوش تختلف عن اوباما، اوباما يختلف عن دونالد ترامب. وين التغير؟ وين التغير؟ لم يتغير شيء في العراق. تغير؟ لا، وين التغير؟ الرؤساء يتغيرون، الرؤساء يتغيرون، يعني عذرا على المقاطعه، الرؤساء يتغيرون، والسياسه الامريكيه في العراق نفس السياسه. استاذ لا تنكر الحقيقه، ارجوك خليني اكمل. هذه حقيقه، هذا حدث كاشينا على ايران. ايران يريد يقطعها تقطع غصبا ما على الحجم، على اصباح الحجم وعلى كل من يوالي الحجم. زين، هذه حقيقه استاذ عمر. نعم، هذه مو كذب. الو. نعم، اسمعك ابو عمر، وياك. هذه حقيقه. انت التومن شارب بيش التومن، انت لو تسال التومن الايراني كان بنص تومن. انا كذب. اي، هذا عقوبات على ايران، عقوبات الاقتصادية على إيران. بس إذا العقوبات مو جديدة، العقوبات مو جديدة. نعم، العملة دهورت، العملة دهورت في إيران، الاقتصاد مدهور، العقوبات أكثر صارت، لأن خلاف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على موضوع الملف النووي الإيراني. بوش صعد هم فترة ويا إيران وبعدين رجع، أوباما عقد اتفاق، الاتفاق لم يفعل، اجى ترامب وقف هذا الاتفاق. لكن احنا نتحدث على نقطه مركزيه هي النفوذ الايراني بالعراق. انت تقول الامريكان هسه يطلعوهم من العراق، تفطنوا وهسه يطلعوهم من العراق. شلون يطلعوهم؟ زين، شلون يدعمون الاحزاب السياسيه اللي ترعرعت واللي بيهم اصولهم ايرانيه، دا يحكمون العراق؟ احنا عمر، نعم، اسمح لي، خليك الله،
نعم. هو ما يقدر يقلب الطاولة رأسا على إيران، لأنه راد يقلبون الطاولة على بشار. اجى الروسي وجت إيران وجت غيرها، بس أوباما هذا الخبيث حتى ما يقدر يقلب الطاولة رأسا على إيران. يعرف أكو تدخلات دولية أخرى، عندك روسيا والصين. هذا الشاكين أيضا أستاذ عمر، هذا لازم علينا أن نعرفه، لازم علينا أن نفهمه. أبو عمر أنت أنت تعول دائما على العامل الأمريكي. أنا أعول. نعم. الأيام الأيام راح تثبت لك، الأيام راح تثبت لك، راح يشكلون الجماعة الكتلة الأكبر اليوم حديث. لا لا ما تتشكل. بس اسمعني بس اسمعني. اليوم الجماعة نفس الحكومات. أعول أعول من باب الله سبحانه وتعالى يسلط. ونعم بالله ونعم بالله. أنا أشكرك أبو عمر، اليوم أنت متعصب علينا حيل، أنا أشكرك. صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. احنا ليش نشمر على امريكا وغير امريكا؟ نعم. واحنا نعرف ان المشكله هي مشكله قله مياه وقله دفع للمياه من نهر الكارون والنسبه قلت. زين هسه معقوله اقاطعك يعني؟ نعم. احنا مو دفاعا مو دفاعا، بالعكس هم المتسببين بهذا الامر من العام 2003 لغايه الان. لكن هل معقول الرئيس الامريكي يقول حيدر العبادي او المالكي قبله لا توزع مي شرب للبصرة أو لا توزع كهرباء؟ يعني خلينا نكون واقعيين بالطرح، حكومة فاسدة وحكومة سراق. نعم. وينهبون. نعم. خيرات العراق. أستاذ عمر هي السبب الرئيسي للحكومة، وإن الفساد المستشرع بكل الوزارات والحكومة والحكومات المحلية المفروض بالحكومة العراقية. إذا هي هم يقولون إحنا سياسيين ونفتهم ويخططون استراتيجية للبناء العراق، المفروض بهم هاي 15 سنة بنام سد على شط العرب في سبيل إنقاذ كل المحافظات الجنوبية من هذا السد والاستفادة من هذا السد. لكن الوضع السياسي والتدخل الإيراني بالتأكيد يمنع الحكومة العراقية من بناء أي خدمات للمواطن العراقي. وبالنسبة للبصرة ووضع البصرة، احنا نعرف جاي يدفعون ضريبة أهل البصرة والمواطن البصراوي. الضريبة يدفعها إن إيران وتدخلها بالملف السياسي والأمني والخدمي وكل المشاكل اللي جاي يصير وسيلة ضغط أن على حكومة العبادي في سبيل تسقيط العبادي، لأن احنا نعرف هاي الانشقاقات اللي صارت بحزب الدعوة، المالكي من جهة والعبادي من جهة. فإيران لها تدخل بهذا الوضع، ضخ المياه المالحة ومن البذور الإيرانية إلى 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 للبصرة، هاي لها تأثير رئيسي. نسبة الملوحة وصلت ل 2000 درجة، يعني 2000 درجة من هاي جاي الملوحة؟ من ضخ المياه المالحة وقلة الواردات المائية للبصرة، سواء وزارة الموارد المائية لها دخل أو نهر الكورون اللي إيران بنت عليه سد بنت عليه في سبيل منع الحياة بهاي المحافظة. يعني كلها شغلات سياسية، والناس متكالبة على هالبلد هذا، والكل مشترك، وزيرة الصحة، وزير الموارد المائية، ورئاسة الوزراء، والحكومة المحلية. الحكومة المحلية شنو دورها على اهل البصره وانقاذ شنو يعني الانجازات اللي راح يقومون بها في سبيل انقاذ اهل البصره من احواض مائيه او سيارات العجلات اللي يسموها تنكر، المفروض الحكومه المحليه توفرها تفتر بالمناطق السكنيه بالوقت الحاضر، وهاي شده الحراره الموجوده. يعني الثروه الحيوانيه جاي تباد، الزراعه وبادت بالكامل، والحكومه المركزيه والمحليه ما صار لها اي اجراء ولا فكروا باي شيء، مجرد يعني صمت وسكوت. وزيرة الصحة، وزيرة الموت يسموها عديلة، يعني شنو إجراءها كان؟ يعني وفرت علاج، وفرت هسه المريض اللي يسمم من جراء التلوث البكتيريا الموجودة بالمياه، من يكتب له وصفة الدكتور يطلع من برا من الصيدليات يجيبها. يعني ماكو بالمستشفيات أي لا أسر لا مغذيات لا أدوية، كل شيء ما موجود. يعني اذا الكل الوزارات هي مشتركه بدمار هاي المحافظه. نعم. ليش؟ لان طلعوا مظاهرات ضد الحكومه الفاسده وطلبهم الخدمات وغيره، جاي يدفعون الضريبه، الشارع البصري جاي يدفع الضريبه. نعم. انا اشكرك صباح من بغداد كان معنا. نقرا اخر ثلاث رسائل على الواتساب. يقول اخي عمر، اساليب الحكومه باتت مكشوفه خلال التعامل بالتمييز العنصري والطائفي المذهبي مع ابناء الشعب العراقي في المحافظات كافه، من خلال تقسيم ثروات العراق وبعد استيفاء القدر الكبير في جيوب أساس الفاسدين
وصولا إلى أموال إعمار ما دمرته العمليات العسكرية وميليشياتها. رسالة أخرى يقول: السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين. يقول أخي العزيز: البصرة، تحية إلى البصرة، ماذا ينتظر العراقيون من هؤلاء العملاء والسراق؟ يعني وين أهل العقل؟ ننتظر من المالك اللي رايح وجاي يسوي تحالفات، لو أبو نومة كما يقول فالح الفياض، لو الميليشيات التابعة لإيران، لو هاد العامري، لو نجيفي، يعني لماذا يسمح لهؤلاء بالبقاء وتشكيل الحكومة؟ رسالة أخرى يقول فيها أخي عمر: وأنا مقتدى الصدر شلع. نفتح الرسالة. أخي عمر: وأنا مقتدى الصدر شلع قلع، أشو دا يتحالف وياهم نفس السراق والخونة؟ لماذا هذه التصرفات؟ يتجاهلون الشعب الذي خرج عليهم وملتهين لتكوين الحكومة كما يقول. يا أخي الشعب ما يريدكم، لزكتوا أنتوا، يقول لزكتوا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.